في المصري. مرضي وادي اول ضربة وداخل الخطيب جوه الجول جوه الجول. الجول الاول لمصر الخطيب. الخطيب يجيب الجول الاول لمصر. طبعا الخطيب احنا عارفين انه بيلعب ضربات الجزاء كويس، وكون ان هو يلعب اول ضربة فبيدي ثقة للفريق المصري. الضربة الثانية فريق مدغشقر ارسن. ارسن هيلعب الضربة الثانية. الاولانية قصدي لفريق مدغشقر. الثانية بالنسبة لضربات الجزاء، انما الاولانية بالنسبة لفريق مدغشقر. اكرامي وداخل ارسن مالاباري. يا ولد يا اكرامي، يا ولد يا اكرامي، وحش افريقيا يا. ويضيع ارسن الضربه الاولانيه لفريق مدغشقر وتصبح النتيجه 1-0 لصالح مصر. الخطيب جاب جول مصر، ارسن ضيع اول ضربه، ودي المفروض تدي دفعه للفريق المصري. هنشوف عماد سليمان. عماد سليمان الضربه الثانيه من نقطة منطقة الجزاء. يلا عوض شوية الترقيص اللي رقصته مع عماد. جول الجول الثاني لمصر عماد سليمان. عماد سليمان يجيب الجول الثاني لمصر لتصبح النتيجة 2-0. يا زلمة ده كان فارو. 2-0 الخطيب وعماد سليمان. إكرامي على مهله وكله ثقة. فاروتسن ما مشنت. هجة. يا من مدغشقر. داخل جوه الجول جوه الجول. الجول الاول لمدغشقر لتصبح النتيجه 2-1. هبقى يجيب الجول الاول لمدغشقر لتصبح النتيجه 2-1. علي شحاتة. شاطان ودكني. علي شحاتة الضربة الثالثة. داخل علي شحاتة. شاطا. جول جوه جول علي شحاتة. الجول الثالث لمصر. الجول الثالث لمصر علي شحاتة. 3-1. 3-1. كان فاتير وتسكي فاتير. 3-1. رودلف من مدغشقر. بولاتيل. إكرامي. داخل رودلف. جوه الجول جوه الجول. الجول الثاني لمدغشقر. اصبحت النتيجة 3-2. 3-2 لصالح مصر. علاء ميهوب. ميهوب نوداكاني فايف ات 1-0. حكم بأيد اسمه. وداخل علاء. ويصدها الجول فرناندو ويخفق علاء ميهوب في إحراز هدف لمصر. لسه ما زالت النتيجة 3-2. كيكي من
مدغشقر اكرامي ضربات تلميحية مثيرة كيكي داخل كيكي واكرامي عظيم يا اكرامي عظيم يا اكرامي برافو برافو اكرامي هايل صد ضربتين يعني مفيش كده برافو برافو اكرامي لسه ما زالت النتيجة 3-2 لصالح مصر مجدي عبد الغني مجدي عبد الغني هياخد الضربة الخامسة مجدي عبد الغني لو مجدي عبد الغني جاب الجول ده تفوز مصر اتنفارن ميت نطل اتنفارن نطل وداخل مجدي عبد الغني يا سلام يا مجدي يا سلام معلش معلش لسه في فرصة لسه ما زالت نتيجة 3-2 في فرصة واتنين فرناندو الجول هيشوط بنالتي من حق زيه زي اي لعيب جول ضد جول اهو والجول بيبقى عارف يعني يحط الكرة في الجول ازاي لانه هو يعني الجول بيخش فيها جوال كتير فرناندو ثلاثة اتنين وداخل فرناندو يا سلام في العارضة في العارضة وتفوز مصر وتفوز مصر 3-2 ألف ألف مبروك للفريق القومي المصري وألف مبروك لكل فرد في جمهورية مصر العربية وبنكرر التهاني للفريق القومي المصري على هذا الفوز العظيم وصعود مصر إلى دور الثمانية